اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30351. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية مرور الغربية. العربية مرور طنطا. العربية فيها رخصة لشهر 7. العربية فيها طقم جنوت سبور. العربية فيها طقم كاوتش جديد. العربية فيها زجاج كهرباء. العربية فيها المكنة وآلات الجر بتاعتها بحالة ممتازة. العربية مش عايزة جنيه مصروف. العربية بحالة ممتازة على الشغل على طول. الشاسيه بتاع العربية سليم. الكورونا والفتيس والموتور بحالة الزيرو. العربية مش عايزة مصاريف. هقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. لو حضرتك عايز تسأل عن السعر وكمان تسأل عن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالعربية، للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-976-32084. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-976-32084. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في أسعار جديدة ومواضيع جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة أسعار قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.